طيب خلينا ننتقل للأفراد اللي هم بيدفعوا ضرائب، إيه الجديد في هذا الأمر؟ الجديد يا فندم في الامر ده، الافراد زي ما حضرتك عارف احنا عملنا منظومه الكترونيه كبيره جدا. المنظومه الالكترونيه بتاعتنا اللي هي الفاتوره والايصال. فانا لما يجي النهارده واحد ينتظم معايا اذا كان ده بيعمل عمل معين، انا ما بتكلمش دلوقتي على الخاضعين لكسب العمل او الموظفين، انا بتكلم على اللي بيعمل اعمال حره. ايوه فندم، ايوه فندم. او الى اخره، ده النهارده نتيجه ان انا بديله تسهيلات، بقول له انتظم معايا على الفاتوره، وبقدم له مركز خدمه معين ومؤدي خدمه معين علشان خاطر اسهل له تقديم الفاتوره والاتصال الالكتروني، اللي هم من الحاجات المستحدثه في مصر، واللي احنا الحقيقه الحكومه ساهمت فيها واستثمرت فيها مبالغ كبيره جدا وتتماشى مع المعايير العالميه. يا استاذ شريف، ايه الميزة؟ انت ما بتعترفش بكل الفواتير وبكل المصاريف، يعني ايه الميزة اللي هتحفزني؟ انت عارف بره الراجل بيخش سوبر ماركت بيشيل معاه الفاتورة، بياكل في مطعم يشيل معاه الفاتورة، لانه بيقدم مصاريفه دي كلها. انت كمصلحة ضرائب ما بتعترفش بهذا الامر، انت بتاخد نسبة من مصاريفه بس، انت حتى ما بتعترفش بمصاريف المدرسة، انت ما بتعترفش باي مصاريف، انت بتاخد نسبه من المصاريف وتخصمها وبس. فانا ايه اللي يحفزني ان انا احط الفواتير دي، غير ان انا هخدمك انك تعرف الافراد الاخرين صرفوا ايه؟ مظبوط يا فندم، وده الحقيقه حضرتك لمست اهم موضوع بنتناقش فيه في الوقت الحالي. ايه هي الحوافز المعينه اللي اديها للراجل عشان يروح يطلب فاتوره من الدكتور ومن المحامي ومن المدرسة ومن المستشفى؟ هل حضرتك عارف ان مفيش دكتور بيدي فاتورة؟ عارف يا فندم. دي بعد اظن لانه حضراتكم بلقى ناس كتير بتكرر الحكاية دي، يقولك ايه وبقى هات الفاتورة من الدكتور، الدكتور ما بيديش فاتورة. وبعدين انت عارف كمان، انا اسف خليني بما اني لقيت حد اقوله، يعني انت عارف كمان ان انت لما تيجي تقول بقى فاتوره يقول لك طيب انت المفروض كان حسابك كذا، خلاص انت عايز فاتوره بقى فحسابك يبقى اكتر من كده. ده بالنسبه لكل الناس اللي انت بتطلب منه فواتير. فهذا الامر مش محفز ابدا، هو محبط للانسان اللي بيلم الفواتير. مظبوط يا فندم، مظبوط. عشان الجمهور المشاهدين مع حضرتك وسيادتك، احنا بنبتدي دلوقتي نظام تحفيزي، يمكن ده البدايه اللي بيها نوصل بعد كده للنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها. احنا عاملين نظام تحفيزي، يعني انا رايح النهارده اشتري حاجات من محل، او رايح عند الدكتور، او رايح لاي حته، هطلب الفاتوره ليه؟ لانه عاملين زي موبايل ابلكيشن، تطبيق على الموبايل، انه النهارده اجي ادخل الفاتوره ديت تخش عندي على السيستم البورتال بتاعي، او ما تخش على السيستم بتاعي خلاص اتعدت وبتحسب نقط للي حط الفاتوره على البورتال ده. طيب هو هيستفاد ايه من ان هو عمل كده؟ هيخش في جوائز معينه، الجوائز دي هيدفع من خلالها بحث معين او تخفيض على مشتريات معينه. يا شريف بيه، انا مش بشتغل مع بنك ولا شركه موبايل، انا عايز الفاتوره بتاعتي ديت تتخصم من مصاريفي. هو ده على فكره، انا بس بقول لحضرتك محدش هيبقى جاد معاكوا في موضوع الفاتوره دي الا لو قلت لي ان ده مخصوم من وعائي الضريبي ويتحسب من مصاريفي. انا بقول لحضرتك، واحنا اصلنا مش هنخترع العجله، حضرتك عارف العالم كله بيعمل كده، انه الناس اللي بتجيب فاتوره الفاتوره دي بتدخل في مصاريفها. انت طول ما انت ما بتاخدهاش من مصاريفي انا مش مستني جايزه، ولا مستني موبايل هديه، ولا مستني ان انا اخد بوينتس اشتري بيهم حاجه من السوبر ماركت. مظبوط يا فندم، بقول لحضرتك دي البدايه، احنا الاساس اللي احنا عايزين نوصل لحضرتك هو اللي انا بتكلم حضرتك فيه. الاساس اللي انا عايز اتكلم حضرتك فيه هو ان احنا عايزين نوصل في الاخر ان احنا نطبق بالظبط اللي حضرتك بتتكلم فيه. انا اخصم من الوعاء الخاضع للجريمه بالنسبه للافراد،
اقدم لهم مبلغ معين مقابل رعايه صحيه، مقابل تعليم، مقابل عشان يبقى هو وكيل معايا يساعدني انا على ان هو يطلب فاتورته، لانه هيستفاد بيها ضريبين ويخصمها من الوعاء. وده اللي احنا بندرسه في الوقت الحالي ده، محتاج تعديل تشريع لكن يتم دراسته، ويتم دراسته اقتصاديا.